السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد القادر فتح الله وانتم بتشوفوني على قناتي انجليزي سهل. تحية صباحية فجرية، اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وتأدوا بشكل جيد ان شاء الله في الاختبارات بالنسبة لطلبة العلم عندهم احياء، وبالنسبة لطلاب الادبي كمان يا رب ان شاء الله موفقين دائما وتحلوا كل الاسئلة وتاخدوا الدرجة الكاملة ان شاء الله. حبيت استعرض معكم النهاردة لقائنا وان شاء الله اللي هو مهرجان مراجعة اللغة الانجليزية. زي ما احنا عارفين النهارده مجهز لكم فقرات رئيسيه ومهمه جدا، هنراجع مع بعض كل جزئيات المنهج المهمه بشكل كامل وبشكل مستفيض ان شاء الله. النهارده هنلتقي سويا مع الفقره الاولى وهي البث الاول باذن الله تعالى، هيكون الساعه 4 عصرا. هنراجع فيه كل اسئله كل قواعد المنهج ان شاء الله المهمه، يعني عندنا البنك اسئله مهمه جدا قوي جدا وجديد هنحله مع بعض، يعني غير بنك الوزاره هنحاول ان احنا نحله كله ان شاء الله من الساعة 4 ل 6، وده هيكون البث الاول. اما بالنسبة للبث الثاني هيبدأ مع بعض الساعة من 7 ل 9، وهنحل فيه اسئلة الكتاب المتوقعة بنك جديد برضو يا شباب، واهم التراجم اللي احنا كنا حللناها مع بعض في بنك الوزارة وبرضو غيرها ان شاء الله من التراجم الجديدة. طيب بالنسبة للبث الثالث اللي هو البث الرئيسي هيكون معنا ان شاء الله معاه من الساعة 10 ل 12، او ممكن يكون وقت مفتوح حتى ننتهي من حل اربع نماذج اختبارات ان شاء الله مجهزهم، هنحلهم مع بعض بشكل متزامن. يعني بعد الفقره هتكون معايا حليت اربع نماذج اختبار بشكل كامل من الالف للياء ان شاء الله. الفقره دي مهمه جدا بالنسبه للناس اللي عاوزه تحل معايا الاختبارات. طيب بالنسبه للفقره الاخيره من البث وهي هتكون من الساعه 1 للساعه 3 ان شاء الله، تنتهي مع صلاه الفجر، هنراجع مع بعض فيها اللانجوج فانكشنز اللي هي الوظائف اللغويه الكامله اللي هي ان شاء الله ذكرت معانا في الايه في بنك الوزاره. هنحاول ان احنا يعني نحاول نشرحها بشكل مستفيض برضو، ونحاول ان احنا نساعدك في فهم المواقف دي علشان تعرف تتصرف لما يجي لك موقف في الاختبار. هننهي ان شاء الله يومنا العظيم ده اللي انتم ان شاء الله يعني تستحملونا فيه وتستفادوا منه وتطلعوا منه باكبر فايده ان شاء الله. يكون معانا بث اخير هيكون الساعه 7 صباحا، هيبقى عباره عن فقره اسمها اسالني اسك مي، يعني لو حبيت انك مثلا تسال سؤال او عندك معضله او عندك التباس بحاجه احنا ان شاء الله هنكون جاهزين لفك الالتباس ده مع بعض قبل دخول اللجنه. اذا اليوم بيبدا من الساعه 4 عصرا يا شباب وينتهي مع بعض الى الساعه 8 حتى دخول اللجنه ان شاء الله معاكم. يعني احنا طبعا عاوزين نفعل مع بعض هاشتاج لست وحدك، احنا ان شاء الله جاهزين بشكل كبير جدا، وباذن الله التدريبات بتاعتنا هتكون قويه جدا. علشان كده يا ريت تدعمونا باللايك، عاوزين كل طلاب الكويت يعرفوا بالفيديو ده علشان الكل يستفاد، وان شاء الله تكونوا جاهزين معايا الساعه 4 عصرا. هنبدأ مع بعض البث الأول. طيب بس كده يا شباب، تقبلوا كامل تحياتي ونلقاكم إن شاء الله النهاردة الساعة 4. السلام عليكم.